بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لابد من الحديث في مسألة حلب. هذا طبعا مش معقول يكون في أي حديث ثاني الآن. قبل هيك كمقدمة، اليوم هو 18-12-1992 كانت مسألة الإبعاد، إبعاد 415 إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني. هو القرار الإسرائيلي اتخذ في 17، في صباح 18 كان يوم جمعة، صباح 18 دفعوا بالمبعدين إلى الجنوب اللبناني. الجنوب اللبناني كانوا تقريبا 415 من المبعدين الفلسطينيين من غزة والضفة، والله سبحانه وتعالى وفق انه المبعدين يوقفوا على بعد مش كثير بعيد عن المعبر اللي ادخلوا المبعدين مرغمين فيه، وعسكروا في البر. عسكروا في البر، البر اللي هم الناس سموه فيما بعد مرج الزهور، مع انه طبعا مدينة او بلدة مرج الزهور في الجنوب اللبناني هي تبعد عن المكان اللي كانوا فيه المبعدين في البر هذا اللي بسموها ام العقارب. وبقيوا بعض المبعدين، طبعا اسرائيل فيما بعد احتجت انها اخطأت في 18 شخص، اعادت فيما بعد اعادت 19 من المبعدين، والباقي اعادت جزء منهم بعد 6 أشهر والجزء الثاني بعد سنة. طب كيف بتعيد اسرائيل، كيف بتعيد اسرائيل مبعدين؟ هذا معمروش حصل. هذه قضية طويلة، ولكن جيد انه لفت الانتباه، انه الشيء اللي لفت الانتباه وقتها انه كانت ردة الفعل على مستوى الفلسطيني وعلى مستوى العربي وعلى المستوى العالمي كانت ردة فعل قوية، الى درجة انه اجبرت اسرائيل على اعادة المبعدين. اجبرت الشعب الفلسطيني كان هون متحد تماما في المسألة. الشعوب العربية برضو كل الناس تؤيد، وحتى اذا كان في ناس من تحت لتحت ما بتأيدش قضية المبعدين كانوا يسكتوا يأثروا السلامة، لانه كان المد. وهذا بدل على انه لما بكون الناس متحدة في ردة فعلها بيأثر، بيكون لها ردة فعل وبتكون مجمعة، هذا بيأثر وبيجبر. لذلك لأول مرة أجبرت إسرائيل على إعادة المبعدين، وعادوا. والناس اللي فيكم يعني شوية بيحبوا هيك 2022 اللي هي نبوءة قرآنية من سنة 1992، الإبعاد كان على فكرة يعني الآن 24 سنة الآن اليوم هذا، بس كان وقتها الجمعة، اليوم الأحد، 24 سنة مر على الإبعاد. في موضوع 2022 لأنه القضية تكاملت في الإبعاد، يعني كانت بداية البحث في موضوع 2022 قبل الإبعاد بثلاث أشهر، وكان كل يوم الثاني يصير دراسات، وتكاملت الدراسات وين؟ في مرج الزهور، في الخيام يعني في البر في مرج الزهور، وتم طباعة الكتاب في لبنان اللي هو يتعلق بزوال إسرائيل. ومن سنة 1992 لليوم وفي بحوث جديدة إلى درجة يعني تقدر تقول امبارح كمان، يعني كل يوم في نتائج. فواضح أنه مسألة زوال إسرائيل إن شاء الله تكون المسألة أكثر من 98% احتمال،
حسب ما هو واضح من البحوث من 1992 إلى الآن. ليش هذا الكلام احنا بنركز عليه؟ بنركز عليه وبنقدمه للناس، وفي اليوتيوب عدد لا بأس فيه من المحاضرات بتبين هذه المسألة، يعني أكثر من 10 محاضرات بتبين هذه المسألة وبتفصل فيها. وبنصحش بالمعادلات القديمة اللي كانت وقتها في مرج الزهور لما كنت أشرح الموضوع، الآن موجود فيديو من أكثر من 4 ساعات، وفي فيديو في حدود 3 ساعات، هذول كانوا في مرج الزهور مصورات في الخيم، ما بنصحش فيهم لأنه معقدات شوية وممكن يعني صعب يكون، لكن فيما بعد البحوث فيما بعد صارت سهلة. والحمد لله هذه القضية وكأنها من أجل أن تعطيكم الأمل أنه اللي بتشوفوه الآن هذا معناته راح يمشي في اتجاه في النهاية اتجاه صحيح. فخلاصة الوضع إذن أنه هي بشرى كانت بزوال إسرائيل 2022 ميلادي، وكان باقي وقتها كم؟ 30 سنة، لأنه هذا 1992، يعني شغلة مش أمنية من عندنا، مش أمنية، لا هي شيء فاجأنا أثناء البحث في القرآن. وبالتالي كان باقي 30 سنة، يعني بعيدة كثير. موضوع بأشر 2022 الموافق 1443 إيش؟ هجري. قلنا إنه هذه الدراسة مش معناته 100%، لكن برضو يعني ما بتنزلش عن 90%، لأنه شيء مدهش. هو المدهش إيش؟ إذا لم يحصل الحدث ولم تزول إسرائيل فيكون هذا مدهش، لأنه وقتها أنت بدك تعطي تفسير لوجود التوافقات في القرآن الكريم اللي بتدل على هذا بشكل عجيب وفريد من نوعه وعمره ما حصل في التاريخ الإسلامي. طيب المهم هذا شو اللي جابه كمان، خليني أقول على وجه السرعة، هو الغريب أنه 2022 شو توافق 1443. شوفوا احيانا بعض اللطائف والرموز هيك والاشارات. 18 لما ابعدت اسرائيل المبعدين 18 92 20، وكانت وقتها توافق 24 جمادى الاخره 24 6 1413، وهذا يساوي مجموعه 1443، وهذه عجيبة. يعني عملية اليوم اللي دخلوا فيه المبعدين كان يوم جمعة، مجموع أرقامه الميلادية 18-12-1992 هو 2022، مجموع أرقامه الهجري اللي هي 24-6 اللي هو جماد الآخرة 1413 يساوي 1443، وهذه من عجائب التوافقات، من عجائب، وكأنها بتعطي إيش؟ تعطي مؤشرات. والأحداث الهامة احنا بنعملها دائما دراسات، دائما فيها إشارات. طيب المهم اللي كنت بدي ألفت انتباه إله انه موضوع إجماع اللي حصل الفلسطيني هون كل الفصائل وكل الناس، وفي لبنان مثلا تصوروا لبنان اللي فيه أكثر من 18 طائفة كان فيه إجماع في على موضوع، واللي وإذا في طائفة يعني مش عاجبها ساكتة، تمام؟ والصدى العالمي والصدى، وبالتالي الناس صارت تقول نزلوا رابين عن الشجرة، يعني وجدوا له حل ورجعوا المبعدين. وكان هذا كله إذن بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وحصل شيء كما قلنا ما كانش سابقا إسرائيل مجربته. ذلك في قضية حلب، هو طالما في يعني في الأسبوع الماضي يعني كان في ردود فعل، لكن هل هو على مستوى ما يحصل في حلب ردود الفعل اللي بتحصل؟ لكن هو إنه يبدأ الناس يكون لها ردود فعل، هذا على فكرة يساهم كثير في مساعدة السوريين بشكل عام وغير السوريين، لأنه الآن عندنا في العراق وعندنا في سوريا وعندنا في ليبيا ملاحظين، فالآن الشعوب لابد إنها يكون لها دور، وعلى فكرة تستطيع هذه الشعوب أن تجعل حتى حكوماتها المتواطئة تنافق وتقوم إذا شعروا أنه فيه والناس مهتمة. أما طالما الناس ساكتة بتمارسش هذه الحكومات، ما هي ممكن تكون على فكرة مسرورة للي بيحصل في حلب وغير حلب. ليش؟ لأنهم ما بيعرفوا أنه اللي ما يسمى بالربيع العربي لو أنه يعني نجح، لو أنه نجح ما هو بده يصير زي إيش؟
زي حبات المسبحة لما بتنفرط ها؟ بدي يوصلهم الدور، عارفين هالكلام هذا. ولذلك هو اتفاق عالمي مع دول عربية مع غيره على إظهار للشعوب إنه ثوراتكم هاي في النهاية مش هتزبط. بدهم الآن يوصلونا لهذا القناعة، هذا اللي بيصير على فكرة، بدهم يوصلونا لهذه القناعة إنه إياكم يا باقي الشعوب تقلدوا، هايكم شايفين شو بصير. طيب نرجع على حلب. أولا بعد ما يسمى بانتصار عملاء روسيا، ما هو الآن مين قال إنه الجيش السوري على فكرة؟ لا، هذه روسيا الآن سوريا محتلة، محتلة من روسيا وإيران. جرم صحيح، لكن هذا صورة حاطينها مشان يظلهم يزودوا عليها. الحقيقة الأمور الروس والإيرانيين والغرب نفسه متواطئ ومعطي على رأسه أمريكا، معطي الخط الأخضر يعني امشوا. طيب وديروا بالكم حتى إذا بتسمعوا أحيانا تصريحات من هنا وهناك، كلام هذا الكلام إننا بنسمع سنين تصريحات، والشعب السوري يقاتل من 2011 لليوم. حلب محاصرة كان لها 3 سنين ومورز ضدها. تصوروا لما يكون السماء مكشوفة وتستخدم الأسلحة الهائلة ويقتل الناس المدنيين مش المقاتلين، شوف الجبن، يقتل الناس المدنيين مشان يضغطوا عليك انت كمقاتل. فيش أخلاق، فيش قيم على فكرة، فيش فروسية. هذول ناس تافهين، سواء كان الروس الأرثوذكس أو الكهنة الشيعة، كهنة الشيعة والذين كفروا والذين آمنوا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد. لاحظوا الآن، هيها الآن واضحة، والذين كفروا بعضهم أولياء. أنتوا شايفينها ولا مش شايفينها؟ كفار روسيا وكفار إيران. إيران على فكرة، إيران نص شبابها الآن سنة، ولقدام شوي يعني هذا الكهنوت الشيعي اللي دينه اصلا دين اساطير ودين اصلا عدواني، دين ولا تجد دين على فكرة يربي ابنائه عدوانيا مثل كهنة الشيعة. ولذلك لابد انه حتى الشيعة كشعوب انها تشاهد اللي بصير ويعرفوا انهم مش مسلمين، لانه اكبر خدعة كانت موجودة وظفوها الكهنة على فكرة، انه بيقولوا سنة وشيعة، واحنا قلنا مليون مرة فيش شيء اسمه سنة وشيعة، في مسلمين وفي كفار، في مسلم وفيش شيء اسمه، هذا كذبة، هذه كذبة كبيرة، كذبة كبيرة. وهذا اللي بيسهل انه الشعوب الشيعية هاي انها تتصور انها مسلمة. لازم تكون امام الحقيقة وتعرف انها كافرة وليست مسلمة. واليوم بكفي انكم تشوفوا انتم فيديوهات اصلا على ألسنتهم، لم ارى امة كافرة مثلهم، لم ارى امة كافرة مثلهم، تمام؟ ولكن انا قلت سابقا هذول اهل كتاب، وانا مصر على هالكلام وعندي ادلتي. يعني يجوز الزواج من نسائهم؟ لا يجوز تزويج رجالهم، يعني زيهم زي النصارى واليهود، مع انهم بكونوا اكثر من اليهود والنصارى في قضايا كثيرة. وما يظلوش الناس يقولوا انه فتنة طائفية. اني فتنة طائفية طول عمرهم المسلمين، ها المسلمين مش تقولوا سنة، بكذبوا بقولوا سنة قاعدين، طول عمرهم المسلمين فاتحين احضانهم لكل الامم. اليهود لما كانوا يضطهدوا في العالم يهربوا للدولة الإسلامية وتحتضنهم، والشيعة موجودين ومنعطى لهم حرياتهم في الدولة الإسلامية اللي كانت مسيطرة. هم كانوا لما يسيطروا يقتلوا، واعطيناكم أمثلة على جرائم مش بس الصفويين وقتلهم أكثر من 1,000,000 مسلم لتحويل الناس لشيعة في إيران والعراق. الصفويين من قبلهم كمان القرامطة ومذابحهم ضد المسلمين، هذول كفار على فكرة من زمان. الكرامطة والإسماعيلية بشكل عام، الإسماعيلية من الشيعة، وهذول الاثنى عشرية الصفويين كان لهم جرائم، ودائما كانوا يتواطؤوا على فكرة مع أعداء الأمة، كانوا دائما يتواطؤوا مع أعداء الأمة. وكأنه يا سبحان الله التاريخ يعيد نفسه، يا ما كانوا يبعثوا للغربيين وليطعنوا الدولة الإسلامية المجاهدة في ظهرها، هم هذول الشيعة، وهي الله بيفضحهم.
وشوفوا قديش كنتوا تتقبلوهم والآن كيف شلحتوهم من أحذياتكم، مش هيك؟ الآن الآن الشيعة وروسيا وأمريكا بيمنعوا على فكرة، محاصرة محاصرة انه انت. لكن بدي تنتبهوا انه بعد ما يسمى بانتصار ما يسموه البعض خدم روسيا وخدم روسيا الارثوذكسية، وهذه روسيا الارثوذكسية الان ما هي كانت ملحدة قبل قديش، ما هو من 1990 كان كله الحاد. تصوروا لما اجتمع الالحاد على الارثوذكسية اللي هي اصلا تشدد من اصله، شو ممكن يطلع منها جرائم، شو ممكن يطلع منها جرائم مع كفار الشيعة وكهنة الشيعة المشهورين على فكرة بعدائهم الإسلام. وانتوا اليوم ما فيش حدا، فيش داعي انه حدا يقولكم، انتوا بس بتسمعوا يا لثرات الحسين. طب اليهود بجوز مرة قالها واحد فيهم يا لثرات خيبر، بس ما بيكرروهاش اليهود، بيكرروهاش بس هذول كل يوم يا ثرات الحسين. انو حسين ما انت والله اول من قاتل الشيعة علي بن ابي طالب، وقتلهم الشيعة الكفار اول من قاتل على فكرة. هذول بدهم باسم العلي والحسين، طبعه لو حسين لو قام من قبره لجهدكم اول واحد. وعلي هو اول من قتل الشيعة الكفار، علي قتل على فكرة واحرق وبعدين لموه وقالوا له ما في حديث. فلما عرف انه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص انصرف عن موضوع التحريق علي بن ابي طالب. بس اول ما فعلها بمين؟ بالشيعة، انهم الشيعة الكفار. قتل وحرق علي بن ابي طالب اللي قاعدين بيزودوا حقدهم، حاقدين على مين انتو؟ ايش هذا انه يا لثرات الحسين وزينب لن تسبى مرة ثانية؟ شوفوا التفهين، لا تجد ولا امة على وجه الكرة الارضية تربي ابنائها على العداء على المسلمين، ولكن الله بفضحهم الان. وانت اذا بتلاحظوا في فضائيات وفي كذا وبتشوفوا اخلاقياتهم كيف سفلة. بعدين هم الروس والايرانيين شو جابهم على روسيا؟ ايش عمل لهم الشعب السوري؟ مقابل حتى تعرفوا انه الكافر اذا ترك له القوة عدواني، ومن هون نفهم الاسلام في موقفه من الكفار. الكافر دائما عدواني، ولو انت مش عامل شيء، ولو انت امن في ديارك بيفرض نفسه عليك، شو بده منك ما بدري. هالحقد هذا، الحقد على السوريين من قبل الروس، فكروا فيها ايش عملوا هم في الروس، ايش عملوا السوريين بالروس، ايش عملوا السوريين بايران، ما عمره. طب ايش بيعني هذا الحقد؟ طب ما احنا شفنا جيوش كثيرة بتتقاتلوا في الاخير بتدخل بتحتل بلد كذا، في حدود وفي شهامة وقضية الاطفال والنساء واغتصاب النساء كمان من كهنة الشيعة. بس الله سبحانه وتعالى بده يحطكم الان امام الحقيقة، لانه انتو كنتوا مخدوعين بهذول الناس، واحنا اللي بنسوغ للشعوب الشيعية انها تبقى شيعية لما ايش بنقول لهم انه مسلمين. كذب، هذه كذب كبيره، لازم يعرفوا الناس حقيقه هذول الناس. والله سبحانه وتعالى الان بخليكم تشوفوا وكيف، لماذا، ليش التحالف، ليش ايران تتحالف مع روسيا لما ايران قربت هي وحزب الله وغيره ينهزموا في سوريا؟ ظهرت روسيا في الصوره بشكل واضح. وعلى فكره بعد انتصار الحقيرين هذول اللي بيقولوا عنه انتصروا، ايش هذول 3 سنين، ايش هال الجهاد الخارق هذا؟ والناس اليوم اللي بيلوموا المجاهدين شو بتلوموهم؟ هاي 3 سنين كاملة، انو اصلا على وجه الكرة الارضية، على وجه الكرة. وين في شعب ممكن يكون هذا الصمود الخارق؟ وكمان بيقعدوا الناس يلوموهم على ايش؟ يلوموهم على ايش؟ اذا بدهم يلوموا الناس يلوموا هذه الشعوب المتفرجة والحكام الجواسيس النواطير على العروش، هي اللي لازم تلام، ولا يلام ولا مجاهد. 3 سنين هذول، 3 سنين محاصرة تصوروا، واللي كنتوا تشوفوه من القصف الهائل في سلاح بسموه محرم دوليا، انتوا شفتوا القنابل الفراغية اللي بتجعل العمارة الهائلة واذا تراب. مجرمين الروس من الفضاء وكهنة الشيعة على الارض. طيب وفي النهاية تفضلوا ادخلوا، بتهجروا الناس ليش؟ افرض انه انتوا مشكلكم مع المقاتلين، تهجير الناس ليش؟ تهجير الناس من قبل روسيا وايران ليش؟ بقصد ايش؟ ومع ذلك بوجود بعض السفلة هون في، طبعا السفلة اللي هون عندنا قلال معدودين على الاصابع، والسفلة في كل مكان اللي بيأيدوا الان البشر
هذول الناس السفلة اللي بأيدوا بشار، أنا بدي أقول لكم شو هم. هذول الناس جزء منهم اللي هو يسار، في يسار بيستحي على حاله وأدرك الحقيقة ورجع للحق. نعم، ما هو الله سبحانه وتعالى بهذه الأحداث يمتحن الناس وما بترك عذر. هذول الناس أولا خانوا الله وكانوا يناقشوك بوجود الله، وملاحدة وحلفاء روسيا الاتحاد السوفيتي قبل زواله، وكانوا بيرفعوا شعار الشيوعية الله. هذول خانوا الله. فصائل عندك هون فلسطينية وغيرها خانت الله من اول يوم، واحنا كنا متقبلينهم لانهم هذول خانوا الله صحيح، بس ما خانوش الوطن. قال لك الله، انا قال الله الان بقول لك انا بدي اوريك انهم خوانا. تصوروا الان مع مين واقفين، مع مين واقفين وضد مين واقفين. لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هاي الحقيقة. كل من كان كافر الآن مع بشار، كل من كان كافر مع بشار، وهذول اللي بعيدوا وهذول اللي بعيدوا بشار الآن هم بيقولوا بشار، وهم عارفين، وهم عارفين إنها روسيا، ولازم يجاوبوني ليش روسيا جاي هي، بيقولوا وإيران ليش جاي هي. واليوم بضحكوا على الناس بيقولوا أمريكا، ده أمريكا، امريكا اللي 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 بتقاتل مع شيعة العراق، امريكا اللي بتقاتل مع شيعة العراق وحلف الاطلسي. طب ما هو كلهم مع بعضهم الان، لما يترك لروسيا في مكان. بس انتم شو شايفين امريكا بتقاتل مع مين؟ ما هي بتقاتل مع الشيعة، ما هي بتقاتل مع الشيعة. واما من هون تصريح ومن هون تصريح بالهوك، سنين لهم بالهوك. الشعب او قبل ما نروح للشعب السوري بشكل عام والحلبي والعراقي وغيره والليبي، هذول اللي كانوا بيقولوا باسم الوطن الله بده يخزيهم على فكرة. هذول يبدو الله طبعا في منهم قاعد بيرجع للحق، القيادات اللي لا تزال تافهة فضحها الله وقال ها لاحظوا مكر الله، بقت الناس تحترمكم باعتبار انكم وطنيين، قال من اجل فلسطين وغير فلسطين، وكأن الله قال لأجعلنكم تظهر خيانتكم وتكونوا انتم معيدين للكفار اللي بيحتلوا الامة. هايهم هايهم هايهم، هم بسقطوا كلهم وراح يدفعوا ثمن، هم وراح يدفعوا ثمن لانه الامة منتصرة، وراح يكونوا مخزيين في بلاد المسلمين، وراح يسبوا الناس قادتهم اللي كانوا يظهروا وطنيين وهم خاينين الله. واحد كيف تافهين، في حدا بيأيدهم؟ بدهم قال يا حياة، بدهم قال يعني يعتزوا بماضي، ماضيكم كان مخفي، كنتوا اصلا عملاء روسيا وغير روسيا عملاء، هايهم كشفتوا انتوا عملاء روسيا. وايران ايش هي؟ وايران ايش هي؟ خدم الان للروس، والروس في الاخير على فكرة بدوسوهم للايرانيين بعد ما يتمكنوا الروس وتحقيق اهدافهم، ما بتركوا الايراني، بدوسوهم وحقهم، وبدوسوا هذول الناس اللي بيعيدوا الان قاعدين بيعيدوا بشار. قال بيعيدوا بشار، هم عارفين بشار مش موجود، يعني ملوش اي سلطة، بلد محتل والشعب السوري هو اللي بيقاتل. وما ادري هذا ايش لما ملايين تهاجر، ايش لما ملايين تهاجر وآلاف مئات الالوف تقتل، وبعدهم قال بيقولوا هذا تدخلات خارجية. شعب سوري عم بيقاتل يا خوانا، يا خوانا، يا من سقطتم سقطتم الان من نظر الامة وراح تطالدكم اللعنة. وانا بقول فصائل، وهم مشان تفهموني وانتم عارفين مين كانت لعلمكم بيقبضوا من ايران، بيبيعوا ضميرهم وبيبيعوا لانهم بيقبضوا من ايران، اللي بيدفع الثمن يبدو من اولها، يبدو من اولها اللي بيدفع انا عبده، اللي بيدفع انا عبده. خليكم تموتوا على الكفر، وخليكم كمان محتقرين، والأمة بكرة راح تسجل عليكم، كل شيء مسجل، كل شيء مسجل. طيب الآن انتوا عارفين لما احتل الآن خدم روسيا قال يعني احتلوا حلب، عارفين مسيطرين على قديش الآن من محافظة حلب بعد الانتصار؟ 15%، لا 15%، 16%، هذا هو، هذا بعد الانتصار، افهموها، هذا بعد الانتصار سيطروا على 15-16% من محافظة حلب. طب ومن سوريا؟ ولذلك
ولذلك الآن أنا أتصور هذا اللي حصل في حلب، فضيحة الكهنوت الإيراني وفضيحة الروس الأرثوذكس، وإحنا كمسلمين عمرنا ما منحمل كل أرثوذكسي هذه الجرائم، لكن هذا واقعهم. هم إذا بتلاحظوا هالتافهين الغربيين، قال أي مسلم بيقوم بعمل بحملوا كل الشعوب الإسلامية مليارين مسلم، مع أنهم هم لما تدرسوا تاريخهم، تاريخهم كله خيانات وغدر وكله وحشية. في عندك قاعدة وفي عندك استثناء في تاريخ الإسلام، القاعدة رحمة بالشعوب، والاستثناء بعض المنحرفين عندنا في التاريخ مثل ما هو موجود اليوم، ممكن يمارس ما بيمارسه الكفار. لكن الغرب على فكرة، الغرب خصوصا المسيحي، وما تستثنيش أي كافر على فكرة، ما تستثنيش أي كافر. يعني لما دخلت اليابان الصين في الحرب الصينية اليابانية، قتل من الصينيين أكثر من 5.5 ملايين. اليابان بشعت، اليابان لما في الحرب يعني كل كافر هيك بمارس، كل كافر هيك بمارس عبر التاريخ كله، كل كافر هيك بمارس. المسلمين هم الوحيدين عبر التاريخ كله في كل معاركهم كانوا إذا عاهدوا وفوا، وفي أخلاق، مسألة رجال نساء أطفال كذا، هذا ما ممكن. والطريقة اللي بتصير، المسلمين هم الوحيدين اللي بيستثنوا. لما تيجي للهندوس ايش عملوا برضو، تدرس تاريخهم شو عملوا. اليابانيين لما احتلوا الصين، الصين في تركستان الشرقية شو بيعملوا. طيب ممتاز، لاحظوا حتى الروس، الروس في ذاتهم انفسهم قتلوا شعوب كثيرة على فكرة، وقتلوا بعضهم البعض. تمام، امريكا واكتشاف الامريكتين وكم مليون، وفي بعض الناس قال في يوم الايام جادلني لما قلت انه قتل في امريكا الشمالية والجنوبية من قبل الغربيين 120 مليون من هالبسطة اللي هم يشوف سموهم الهنود الحمر، يا حرام قتلوا منهم، كانوا يبشعوا بطريقة عجيبة. بعض الناس قال لي ما اظنش، لا في احصائيات بتقول 150 مليون كمان، انا بس دائما بختار الاحصائيات الاقل لان غالبا بتكون اوثق شوي. 120 مليون، 120 مليون في زمانات نابليون لما اجاكم هون في يافا، حاصر يافا لما جاء نابليون هون، حاصر يافا بعدين اتفق مع الحامية، مع الحامية انها تسلم مقابل ايش؟ حفظ دمائها، حفظ دمائها. نابليون قتل بعد ما استسلموا، قتل 4100 واحد، قتل 4100 واحد بعد ما اتفق انه يعني يسلموا. صلاح الدين لما اتفقوا معاه يسلموا ما قتلش واحد، ما قتلش واحد. تمام، عكا بعد 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 استرجاع القدس، بعد استرجاع القدس صار الضج في اوروبا، واجت الحمله الثالثه بقياده ريتشارد قلب الاسد، احتلوا عكا 1191 ميلادي، قتلوا في داخلها 3000 انسان. ما هو بجوز ايش اكثر وقتها، فيش اكثر بجوز. الصليبيين لما اجوا في القدس هم بيقولوا قتلنا 70,000 رجال نساء كذا، ما فيش، قتلنا 70,000. تدرس تاريخهم على فكرة، ولليوم هايكم انتم هايكم بتشوفوا، لانه بعض الناس بظن انه يعني مع التقدم الحضاري والكذا الاخري، يردونكم بافواههم، يردونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. ولذلك لما بيظهروا على حقيقة هايو في مفترق الطرق، ما فيش. هم على فكرة كانوا يبدو متحكمين فينا عن طريق النواطير، لما احنا ثرنا قالوا لك وين رايحين هذول، هذول بدهم يتحرروا عن جد، هذول بدهم يتحرروا عن جد. ليش وشو باقي عمل لهم الاسد؟ موفر لهم كل شيء. هاي الجولان قالوا لي سلمها ابوه سلمها على فكرة، واعلن عن سقوط الجولان، والجولان ما كانت ساقطة، وكان الجيش السوري لا يزال في الجولان، لما اعلن ابوه في الاذاعة انه سقطت الجولان. تمام، الجيش موجود في الجولان واعلن سقوطها. ومن يومها ولا طلقة، واي واحد كان يمر عبر الحدود ينوضع في السجن بمحاكمات عشرات السنين. تمام، والان اما هذا الكلام اذا مجرد كلام، اي واحد الغرب بيعطيك كلام وهم بيعطوك كلام والى اخره، واللي بتعاني الامة الان من مين هو؟ وهذول كانوا راهنين الأمة،
ولذلك برد أكرر إشي، طالما الشعوب رفعت السلاح هذا مبشر خير. تنقل لك في دماء وبتروح إيش؟ في دماء إيش؟ طيب نرجع شوية صغير وبقيت منشوف الدماء. الآن السيطرة الحقيقية في سوريا كلها للثوار، قصدي الشعب السوري المقاتل. اللي قاعدين بيقولوا انه الثوار واخطأنا هون وما اخطأناش هون، فيش اشكال، هو اللي بيقول اخطأنا ما اخطأناش مشان يستفيد من التجارب. اما هذه الكلام اللي انا شايف حتى اعداء الامة بيقولوش اخطأنا هون وهون في وقت الحرب. بعدين ايش 3 سنين محاصرة؟ طب هذا فعل خارق انه ينتهي بهذه الطريقة بتآمر العالم كله. ايش هم سلموا سلاحهم ليش يعني؟ برضو استأثروا يعني، قبلوا ان يكونوا اسرى هم القاتلين؟ لا ابدا. متحرفا لقتال، متحيزا الى فئة، تمام؟ هذا اللي حصل. ليش؟ وين في شعب على وجه الكرة الارضية بصمد صمودهم؟ وين؟ والكلام الان عن اخطاء هذه بدرسوها الناس اللي ممكن غير اخطاء. وعلى فكرة نرجو انها تكون هذا الحادثة في حلب بتفيد من جهتين. الجهة الاولى انه الان يبدأوا كل اللي في بيحملوا السلاح في سوريا بيعيدوا النظر في دققوا بيعيدوا النظر الان في طريقة التعامل، لانه بتذكروا في درس ماضي قلنا ما فيش اي مسوغ انها تبقى كل الجبهات ساكتة وحلب محاصرة. ما بيقدرش على فكرة، لا الروس ولا الايرانيين وكل الشيعة اللي جايين من العالم ما كان بيقدروا ينفردوا في حلب لو كانت الجبهات كلها مشتعلة، والعرب اللي بيضغطوا مشان يهدوا هاي كل واحد من جهته، هذول نواطير اصلا ومتآمرين وتآمروا على فلسطين من اصل وسلموها لليهود هم نفسهم. فبالتالي ينتبهوا الثوار اولا، هذه قضية مصيرية لابد ان تكون كل الجبهات مشتعلة. 2 برضو الملايين المهاجرة هذه بلادهم ايش بدهم يعملوا لبلاد هاي؟ الايراني بيجيك من بلاد برا، والروسي بيجيك من برا، وانت يا سوريا مهاجر وقادر على حمل السلاح. الامر اخر، اذا انا اتصور انه ممكن هذه تكون مفرق، هذه مش خسارة زي ما انت بتصوروا اصلا. ياما كانوا هذول يحتلوا هون، بعدين بعد شوي يطلعوا ويجوا هون. هذه اعتدناها في الحرب هذه من 2011، مش قضية يعني. مش قضية، تمام؟ وانا قلت لكم بعد ما احتلوا هم بس 15% يعني صار معهم 15% من محافظة حلب، تمام؟ الان المجاهدين والاسلحة وكل شيء قادرين على فكرة هزيمة هذول الناس، بشرط انه اولا يحاولوا قدر الامكان يتوافقوا مع بعض. 2 تكون كل الجبهات مشتعلة. برد اقول 3 انه لابد انه السوريين المهاجرين، طيب هذول ممكن يتكون منهم ويتدرب منهم ناس ويدخلوا، ثم الشعوب الاسلامية. في عندنا كثير على فكرة ناس عندهم خبرات قتالية، لازم يكون في دعوة انه الان تبدأ الحرب. هي على فكرة مش انتهت، الان بدها تبدأ. لازم يكون في دعوات لكل من كان عنده خبرات قتالية، لانه هذا مصير امة. يأتوا ويدخلوا، حتى والروس في النهاية بيطلعوا ذليلين مثل ما طلعوا من افغانستان، تمام؟ والايرانيين الان بيعانوا راح ينسحقوا، بس بشرط ان الامة تعرف انه الان هي اصلا الامور بايدها. عارفين شو اللي بصير؟ بضخموا مسألة حلب الان مثل ما بتجيبوا مقاتلين شيعة من باكستان ومن افغانستان واذربيجان ومن من 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 اكثر من 90 دولة، اكثر من 90 دولة بيجيبوا يقاتلوا. اذا لازم الشعوب الاسلامية برضو
واذا والحكام ويراقبوا الحكام مين اللي بوقف الان الموقف في اللحظه الحاسمه، مين اللي بوقف الموقف لصالح الامه، ولا والا ليش هو موجود اصلا؟ ليش هو موجود؟ وبعض الناس كان قال لك بقدرش، لا احنا بنعرف انه في وسائل كثيره تقدر تقدم انت تؤيد الشعب السوري. طيب الان كنت بدك تقول يا شيخ على السريع بس. لا 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 هذا مش وقته الان، مش وقته تحليل مواقف مختلفه، لا مش هذا موضوعنا، مش هذا موضوعنا الان. مين متدخل من الدول بالمال او بالسلاح؟ نعرفش نعرفش. ومين بخون ومين بخونش، ومين بفاوض المقاتلين ومين بفاوضهمش، ومين بدعوهم لا هذا كله هم عندهم عند السوريين بيعرفوا. اما قضية توحدوا، على فكرة هو من المستحيل يتوحدوا طبعا. ليش؟ لانه في اشياء مصطنعة داخلهم، لكن ممكن ممكن الفصائل الكبيرة الموثوقة هاي تتوحد. اما انك تتوقع كله يتوحد هذا ما هذا كلام، هذا كلام. وفي تجربة على فكرة للافغان، كانت تجربة محترمة وقتها للافغان، انه سبع فصائل سنية، هاي غلطت قلت سنية، سبع فصائل مسلمة لانه كان في شيعة كمان، الشيعة ما كانوش مع المسلمين في القتال في افغانستان، ما كانوش معهم. سبع فصائل مسلمة جعلت كل، اظن مش بغض النظر عن دقة الكلام، جعلت كل ستة شهور يكون قائد من يعني اجتمعت واليوم القائد فلان وبعد ستة شهور فلان وبعد ستة شهور فلان وبعد ستة شهور فلان، فكلهم لما يكون في صدق بتم ويتم الاتحاد بين الصادقين. وقتها بينكشفوا، وقتها بينكشفوا الناس اللي مش صادقين، لانه في ناس مش صادقين اكيد، وفي ناس مدخلين في الثورة. وهذه سهل جدا، سهل جدا اليوم الدول دول مختلفة تدخل، كل دولة تدخل وتخربش. لا الصادقين يعيدوا النظر الان، وانا اتصور انه الشعب السوري راح يعيد النظر، لكن لازم يؤكد لهم على مسألة، انتم المسيطرين، القوة الان بايديكم الحقيقية، القوة بايديكم الحقيقية، انتم متوزعين على فكرة في اماكن مختلفة ومسيطرين على عدة اماكن، بيستطيع يشوشوا ويستعيدوا حلب في اي وقت بدهم اياه. ويبدو البعض بنصح انه يكون القتال في الارياف، وهو خلص انت لما تقطع الخطوط خلصنا، ما هي المدن بتوقع مشان ما تظل لهم مش هالسفلة والمنحطين وسائل انهم يضغطوا عليك بقتل المدنيين، مشان انت يعني تقول طيب يا اخي بوقف. هم قدروا يواجهوا اصلا، بيقدروا يواجهوا، ما بيقدروش يواجهوا، بروحوا بقتل المدنيين. وهذا هذا بيعني انه سهل تهزمهم. هذول اذا الساقطين من اهل من الروس وكهنة الايرانيين، هذول الساقطين السفلة اللي ما فيش فيهم اي نخوة ولا شهامة ولا فروسية، وبقتلوا الناس مشان المقاتلين يتنازلوا، مش راح يتنازلوا المقاتلين تمام، واذا تحرفوا للقتال بعد اجتماع العالم ومن اجل المدنيين، بعدين ما صارش اشي. زي ما قلنا سيطرتوا على 15% من محافظة حلب، قديش بتسيطروا على في سوريا اصلا؟ وبالتالي الان لابد ان يكون الان اي انسان بدرس، بدرس على فكرة موازين القوى، موازين القوى مع الشعب السوري، موازين القوى مع الشعب السوري، ولكن يكون مصر، يكون مصر على مسألتين بالدرجة الاولى، لا مجال ان يبقى روسي، لا مجال ان يبقى ايراني، لا مجال. بكرة يصيروا يفاوضوك روسيا تقولها قواعد عسكرية وبعدين تسمح انت باحتلال وطنك، يظل الايراني موجود، وعايش مستعجلين الناس. قديش قاتلوا الصحابة؟ وانا سبق قلت لكم 80% من الصحابة قتلوا في ارض المعركة، و60% من قادة الصحابة قتلوا في ارض المعركة، وهذا لم يحصل في العالم كله، انه جيوش منتصرة منتصرة دائما، و80% من الجنود هين قتلوا يستشهدوا في ارض المعركة، و60% من القادة هذا الصحابة وما قالوا. وهنا خليني اقرأ شوي، قديش معنا يا عماد؟ 8 اساس في في طيب في قبلها شوي اساس. شوفوا، وان كان بديش افصل تفصيل في الايات، اولا الذين امنوا
يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه أول بشرة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا مثل مين يعني؟ كفار كهنة الشيعة، كفار الروس، كفار الأمريكان، وهم الأمريكان هربوا أصلا من العراق وهربوا من أفغانستان، والأطلسي هرب من أفغانستان. انتوا شعوب اصلا العالم ما يعرف شعوب مقاتله زيها، كما قلنا درس حلب، ليش في شعب بقدر يكون مثل حلب؟ تمام. طيب لاحظوا الان، الذين كفروا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان. اولياء الشيطان كل واحد بيعبد ايش على فكره، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان، طب نشوف الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الآن بنرجع شوية نكمل. طيب شو كانوا يقولوا؟ بس بدي اياكم تنتبهوا هون لمسألة. في عندي قيادة نبوة، وفي عندي جنود ربيون. لاحظوا وقت نشوف ربيون، في عندي قيادة نبوة وجنودهم ربيون، يعني صورة متكاملة على مستوى القيادة والشعب والجنود. وكأي من نبي، شو يعني كأي؟ كثير. كم من نبي؟ وهم الأنبياء أكثر بالآلاف المؤلفة عبر التاريخ. وكأي من نبي كثير قاتل معه تحت قيادته ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذا صبر الناس وأحبهم الله، شوفوا شو كانوا يقولوا، هذول القدوة الآن. وما كان قولهم إلا أن قالوا، إيش قالوا؟ تصوروا شو قالوا. اليوم تسمعوا في ناس شو بيقولوا؟ بيولولوا بيولولوا. وما كان قولهم إلا أن قالوا، لاحظوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أول شو قدموا؟ قالوا لك معناته احنا يبدو الله ما تصور نبي ومعاه مين؟ ربيون، يعني اعلى مستوى، مربيين، يعني مربيين. التربية اللي ما فيش تربية زيها، وفيش تربية زي تربية الوحي والدين، مربيين على. طيب هاي اول اشي انتبهوا، قيادة نبوة وربانيون، يعني افضل تربية معروفة اللي هي تربية الدين، وجاهزين تمام في التربية. مالهم هدول؟ دققوا معي. هيو أصابهم هي، لأنه في ناس على فكرة لما يشوفوا حالهم انصابوا انصابوا شو بصيروا كلك ايه شو؟ طيب بده يعطيك نبي بقود جنود ربيون أعلى مستوى في التربية في من كله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، إذا بصيبهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. حبهم، ايوه حبهم. كيف حبهم؟ ولا كيف بتبين انك صابر على فكرة؟ كيف بدك تبين انك صابر؟ مشان يحبك، والله يحب. طب واذا احب؟ وما كان قولهم، شوفوا هذا من صبرهم، الا ان قالوا او اعترفوا بذنوبهم، لعله والله الله سبحانه وتعالى ما نصرنا لانه عندنا ذنوب. هذول اللي مين عندهم؟ عندهم الربيون. تصوروا بيتهموا انفسهم وين احنا اخطأنا. طيب لاحظ، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. تصور بيحكموا على انفسهم انهم تجاوزوا الحدود، اسرافنا في امرنا، وهم متجاوزين. بس دائما على فكرة بيكون المؤمن حساس لمربى، تمام، حساس للخطأ. واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. هل كنت بدهم يطلبوا الان؟ هم اعترفوا
واستغفروا واعترفوا انه معناته عندنا اخطاء احنا. ولذلك لما بيجوا الناس يدرسوا اخطائهم الان هذا معناته ماشيين تمام. يدرسوا هم مش يصير اعلام بقصد التهوين ونصرة الظالمين. تمام؟ ايش بقولوا الان؟ وثبت اقدامنا وانصرنا على مين؟ عمين؟ لا على القوم الكافرين. اذا معناته بقاتلوا اليمين هم. تصوروا عم بقولوا مش انصرنا احنا يعني على القوم الكافرين. ليش بقاتلوا قاعدين هم؟ ليش بقاتلوا هم؟ بقاتلوا كافرين. كافرين بمين؟ كافرين بمين؟ بالله. واليوم على فكرة كل من يقاتل على الحق هو بقاتل كافرين. كافرين الروس وكافرين الامريكان وكافرين الكهنة الشيعة. والايران راح تشوفوا بتتغير. ايران السني اصلا بيكتسح فيها قاعد. اجيال شابة جديدة تكتسح سنة. واصلا الشيعة راح يتركوا هذا الدين الاسطوري كله خرافات وخزعبلات ودين ظالم ودين ظالم ودين وحشي. الان لاحظوا الان ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طبعا بقاتلوا قوم كافرين. هذول مش بقاتلوا لا شيء ثاني. فآتاهم الله ثواب الدنيا اللي هو ايش؟ النص. وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا هو الإحسان. لما بيكون في صبر واعتراف بالقصور ودائما توجه إلى الله والتوكل عليه. بعدين بعدها إيش قال؟ دققوا معي على وجه السرعة. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهو خير الناصرين. لاحظوا ايش الآية اللي بعدها؟ ايش الآية اللي بعدها؟ سنلقي. يعني مش سألقي، لا، هذا فيها تفخيم. تفخيم الله سبحانه وتعالى العظيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ليش بده يلقي في قلوبهم الرعب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذا دير بالكم كونهم مشركين، كلهم مشركين على فكرة. الملحد مشرك. ليش؟ لأنه الملحد بيعتبر خالق كل مادة. الشيع الكهنوت مشركين. ايش؟ مشرك علي. قلت لما الخميني شو قال في كتابه؟ ويا ما قالوا هم. الخميني في كتابه شو بيقول عن الأئمة؟ 12. وللأئمة عندنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وتخضع لإرادتهم ذرات الكون. ومين اللي بيحاسب الناس؟ علي. ومين اللي بيدخل جنة ونار؟ علي. اشراك مش موجود عند اليهود. وحتى النصارى ما بيبالغوا بهالطريقة هاي. لاحظوها. سنلقي. بس هذا لما يكون المسلمين ايش؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اذا الله سبحانه وتعالى متعهد للمؤمنين. بس هو الان بده يشوف انهم صبر واحسان. وبعدين هذول الناس ما تخافش من اسلحتهم ولا كذا، هذول مشركين. هل قتل الروس مشركين ولا مش مشركين؟ مشركين. الامريكان مشركين ولا مشركين؟ مشركين. الكهنوت الايراني مشركين ولا مشركين. سنلقي مش سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا. ولذلك انتوا لما تشوفوا جرائمهم، لانهم مشركين اصلا. اللي بيؤمنش باليوم الاخر بمعنى الكلمه، بمعنى الكلمة بالشكل الصحيح، ما بيعمل اللي عمله، بسموه حالهم مسلمين. ليش المسلم بقتل الاطفال؟ المسلم بقتل النساء والشيوخ. واخيرا قديش ضايل العماد؟ خلاص دقيقتين. طيب مش على وجه السرعة، بدي اقولكم نص من كتابهم المقدس. سفر يشوع ودمروا. دقق الان. وهذا كله قال بالروح القدس ايدهم. ودمروا المدينة وحرموا بالسيف، يعني قتلوا، او وقضوا بالسيف على كل من فيها من رجال ونساء واطفال وشيوخ وحتى الغنم والبقر والحمير، كله قتلوا. هذا كتابهم المقدس. هذا كتابهم المقدس اللي بيقدسوه النصارى واليهود. هذا هو والأطفال، هذا اللي بيمارسوه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.